نروح لتقرير خليكي احلى. اول مشاركه معانا اللي شفتوها معانا امبارح هي مروه، والنهارده مروه نازله تشوف الاوتفيت. هي كانت معانا امبارح، نزلت بقى النهارده تشوف اول لقاء معاها مع الستايل ساره ابو العيله، وهتختار لها ايه اللي هيليق معاها وايه اللي هتلبسه لما نغير لها اللوك تماما. تعالوا نشوف الكليب ونرجع لكم تاني. اكتر حاجه النهارده عايزاها مني، يعني محتاجاني، عايزه تستفادي من ايه؟ بصي اهم حاجه، بصي انا بلبس سكيرت قصير فبيأثرني اكتر. يعني انت اصلا ما بتحبيش البنطلونات؟ انا بحب البنطلونات بلبسها على طول، سكيرت قليل قوي لما بلبسه. ليه بقى؟ عشان انت مش عارفه تختاري اللي يليق عليكي، ولا انت مش بترتاحي فيها؟ انا بحبها برتاح فيها، بس دايما بتأثرني، بتصغرني اكتر قوي يعني. عادة لما بيبقى في حد مثلا بعمل له ستايلنج او بساعده يختار هدوم، لما بنحب نبين شخص اطول او اعرض عادة بننصحه انه يلبس الوان فاتحه شويه. جاكيت زي ده مثلا لذيذ وعملي وبتاع كل يوم، جينز بس الحركات اللي فيه لذيذه هتخليكي تبان كتفك اعرض شويه او انك اطول. الجاكيت ده مثلا اسود، بس عشان مثلا في حركات في الكتف والكم هتلاقيه هيعرض على طول اوتوماتيك، هتحسي ان كتفك اعرض. التفاصيل اللي على الكتف مخليه العين كلها او الاتنشن كلها رايحه عند الكتف، فمبينه كتفك اعرض، محسساني ان انت اطول. بس عندنا مشكله انه لما نيجي نختار توب زي دي لازم يبقى المقاس من هنا مظبوط قوي، ويستحسن نلبس مع توب زي دي بنطلون هاي ويست. واو، ده بالظبط انا كنت بقول لك عليه. بصي يا مروه الجاكيت بقى ده، بصي قد ايه بقى اعمل لك ويست، بصي كتفك باينين قد ايه اعرض، شكلك باين اطول. التوب عاجبني ومش عاجبني، السيلفر موضه قوي السنه دي، ف فيري ترندي وعلى الفاشن ولايق عليكي قوي، لايق على لون شعرك. برضو هنا عندنا نفس مشكلة الكم، دايما لما تحسي ان الكم هيبقى طويل شوية يا بنشده لفوق يا الا بناخد مقاس اصغر. مهم قوي طول الكم، طول البنطلون، وطول طبعا اي جاكيت او توب. الطول ده عليكي في الجاكيت سهيل، ليه؟ لانه مطلع رجليكي طويلة. رجعنا لكم تاني، ودي كانت مروه. ولو نفسك انت في لوك جديد وشكل مختلف زي ما بقول لكم، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي على صفحتي على الفيسبوك على الانبوك صورتك ورقم تليفونك.